نوفل الزيدي، انت عرفت المرحوم في فترة الاتحاد العام لطلب تونس في فترة معينة، كان تحكي لنا بالضبط على الفترة هذية وعلى شنو تذكر من شكري بالعيد؟ ولينا هنا نعرف الشهيد شكري بالعيد يعني من الحركة التلمذية، كان نقرأ في الوردية، كنت نقرأ في سليمان وبعد في الجامعة التونسية، أظن من بعدنا تصدينا للإرهاب، تصدينا يعني للقمع، تصدينا يعني وانجزنا المؤتمر في منتج خارق العادة من بعدنا، ونعرف يعني سيد أمين، نعرف عنده منطقة متاعها، عنده يعني رؤيتها، عنده يعني سيد أميتها وعنده خصوصياتها. يعني بالنسبة لي بالفعل كنا في الجامعة يعني وين كانت نلتقوا في المناسبات الصعبة للتصدي لكل مظاهر الاستبداد وكل مظاهر القمع وكل مظاهر يعني الإرهاب سواء في الجامعة أو في البلاد. هذا اللي يجمعني به، تجمعني به في الاتحاد العام لطلبة تونس، كنا جيل استرجاع الاتحاد العام لطلبة تونس، كنا بعدنا في المكتب التنفيذي. اليوم نهار يعني بالنسبة لي أنا تونس الشهيدة سفري، يعني شهيد هو تونس، شهيد الحركة الديمقراطية، شهيد عائلته، شهيد بنياته، لكنه يبقى وسيظل يعني كذلك شهيد الحركة الديمقراطية. في اعتقادي اليوم الحل ما فما حتى حل آخر، هذا الكل كان منتظر المرور إلى هذا الأشكال الاغتيال اللي تم يعني من لطفي نقذ، رشان العينين وعميان العينين في سليانة، الاعتداء عليه يعني في الكاف، الاعتداء على المقرات الأحزاب، الاعتداء يعني اللفظي، الاعتداء الجسدي، الاغتيال السياسي، هذا كان منتظر لأن الاستبداد أعمى والاستبداد ما يخليش أصحاب العقل وأصحاب الفكر يتعيشوا ويتعايشوا. الحل هو أن تتحد تونس، مواطنين التوانس المدنيين العقلانيين السياسيين الحدثيين، كل التوانس النيرين اللي مع الحرية ومع العقل ضد الاستبداد، ويحملوا كل الناس مسؤولياتهم اللي يديروا في شأن البلاد، لأن ما كان لهذه الأوضاع وهذا الاغتيال اللي يتم لو كان يعني الناس تحملت مسؤولياتها وأمنت يعني حياة البشر وأمنت انتقال الجمهورية والبلاد للانتقال الديمقراطية. الله يرحمك والله ينصرك، راك نصرت الزوالي وراك نصرت العلم والمعرفة والتطور، وهاك الغنوشي ثالث عام راو جايب كان الجهل، راو جايب كان الجهل، راو جايب السعودية ثالث عام باش تعلمنا. الله يهديك يا غنوشي، الله يبقينك في جرية. Yeah!
نفديك يا بلعيد بالدم بالدم نفديك يا بلعيد السلطة ملك الشعب نقول لا لا السلطة ملك الشعب نقول لا لا